الراديو 90 90 هواها مصري. طيب عماد، انت الفتره اللي جايه انا عارف انه في شويه تحضيرات لخطوات جديده، وحاسس كده انت خلاص عايز تطلع بره فكره انك بتغني حاجات بتشير لكن عماد نفسه مش معروف فيها، فمرتب الخطوات دي زي في البوم ولا في سنجل؟ بص، كترتيب يعني الموضوع كل شوية بنخش من مرحلة لمرحلة. يعني في الأول قلنا ألبوم، بعد كده لما جينا نفكر، انت عارف يعني ألبوم يعني ممكن تقعد سنة ممكن تقعد سنتين على ما تحضر وتخلص وتنزل الناس بفكرتك اللي انت عايز تقول لهم ده عماد كمال، دي مزجتي، ده الكلام الأفكار اللي انا بختارها، لان في الأول وفي الآخر اللي بتحاسب على الأغنية هو المطرب بالزبط. مش أي حد تاني. الشاعر اللي بيكتب بعدها مليون أغنية تعليه وتنجحه، والملحن كذلك، وحتى الإنتاج ممكن لو موفقش مع مطرب ممكن يتوفق مع في أي حاجة تانية. طب أنت حاسس إن يعني سوق المزيكا حاليا يساعد أكتر إن صوت جديد يبقى موجود على الساحة، ولا لسه مقتصر على أصوات معينة؟ بص، الساحة الفنية دلوقتي في خطورة كبيرة جدا من وجهة نظر الشخصية. أولا في سرعة كبيرة إن ممكن حد يتعرف، بس الفكرة كلها أنت إزاي تحافظ على النجاح. يمكن أنا الحاجة اللي مش عاملة لي قلق إن أنا ما بتعرفش بشكل مرة واحدة، إيه ده مين ده، لا واحدة واحدة الناس أنا بوصل لهم واحدة واحدة. أنت بتخاف من النجاح الكبير مرة واحدة؟ النجاح الكبير من بعده ما في، يعني عشان تحافظ على الاستمرارية في المكان ده صعب، وصعب إن أنت تعلى بعديه. لازم تكون في خطة، ولازم تكون محضر انت هتعمل ايه، واللي بعدها تكون اقوى، واللي بعدها لازم تكون اقوى، ولو عملت حاجة قوية جدا لازم تتجه في اتجاه اخر تاني خالص، تدور على حاجة الناس ما سمعتهاش منك ولا شافتها ولا عرفتها. وممكن نشوف امثال كتير لكده. الفترة اللي فاتت دي في ناس اغانيها عملت يعني داخلين على 500,000 يعني في الفيوز على اليوتيوب. لما انت اول اغنيه ليك تخش في الرقم ده فلازم تاني اغنيه تبقى خلاص يعني تعدي. بس فده بيبقى مش موجود. فانا يعني ان شاء الله الخطه كانت ماشيه الاول البوم، بعد كده لا هيبقى في هنبدا بسنجل، بس ممكن تبقى كل شويه سنجل وكليب، سنجل وكليب. يعني كل اغنيه هتهتم بيها ان هي تعمل لها ممكن بعد كده ممكن بعد كده نجمع كذا اغنيه من اللي اتعملوا ونعمل مثلا البوم، ممكن نعمل ميني البوم لو في امكانيه. بس فكرة الالبوم دلوقتي بقت تقيلة، في نجوم حتى يعني ليهم البومات قبل كده بدأوا يتجهوا لده، يعني ابرزهم طبعا تجربة الفنان محمود العسيلي على فترات طبعا. بيبقى فيه اغنية ومتصورة انا بحب والناس بتستقبلها بشكل كويس جدا، بحب افكاره جدا وبحب يعني طريقته وخطته وسياسته وبتابعه. هو بصراحة ما شاء الله ذكي ان هو ازاي بيقدر يوصل للناس بالحتة اللي هم حاسسهم، يعني هو حاسس جمهوره، وده اللي انا بفكر فيه دلوقتي. انا عايز اقدم للناس حاجة الناس مستنية منك، انت هتقدم ايه؟ انت مين بقى؟ انت عماد اللي هو، طب انت مين فعلا في كل الاصوات المختلفة او كل الشخصيات اللي انت بتغنيها بصوتك او بتقدر توصلها لنا بصوتك؟ بص، انا بحب المزيكا البوب، بحب الحاجات اللي هي، وبحب المزيكا الهادية، حاجات الرومانسية برغم انها نكدي جدا في اختياراتي، بس بحاول يعني انت لما بتيجي تختار بقى كاتهم منكد عليها. يعني انا مثلا ايه، قعدت فترة بتاع سنة عايز انزل سنجل، رحت منزل اغنية بقى عليك. طب ليه؟ طيب ما انت بتبسطنا يعني جت واخترتها اختيار شخصي، ورغم ان كان مثلا ايه باخد اراء ناس حواليا كل كان حابين الاغنيه، والحمد لله الاغنيه نزلت عملت نجاح كويس وشفت ناس حبوها، وهي يعني كلمات حبيبي احمد المالكي ولحن رامي منسي، وكان رامي عامل جمله انا من الناس اللي بتشد للحن، بعد كده برجع اعمل فكره على اللحن، تشوف الموضوع بتاعك. يعني مش ممكن كلمه تخطفني خلاص يبقى الاغنيه اخترناها، ولو كلمه خطفتني ولحنها مش عاجبني اغيره، لكن في الاساس الجمله اللحنيه، لان هو ده اللي الناس دلوقتي الناس بقت متطلعه بس بره اكتر. الناس بقت تسمع، الذوق اختلف، الذوق العام ما بقاش يعني الجيل اللي موجود دلوقتي مش هتعمل لهم يعني مش عارف تفكر لهم في ايه. انت ممكن تعمل اغنيه الذوق مش بيتغير بسرعه جدا. ممكن احنا خلاص الاول كنا بنسمع عندنا، دلوقتي الناس كلها بقت تسمع كل الاغاني في كل حاجه في كل مناطق العالم عادي. فانت عشان كده الاندر جراوند الناس بتسمع كمان، هم دول يعني الجمهور مثلا بتاع الاندر جراوند مخليهم ازاي عارفين بقى يوصلوا بره، بيجيبوا لهم كل الحاجات الحلوه اللي هي وبيعملوا حاجات جديده هنا. فانا بفكر ازاي ابقى ليا خط لوحدي، الخط ده اجمع فيه اللي عايز يجي يسمع عماد كمال هيجي، هجيب بس مش هيبقى نكدي او زي الاغنيه. لا لا, لا.